الحادثة دي بتعد أشهر وأغرب حادث الاختفاء اللي حصلت في التاريخ المعاصر. انطلقت الطيارة دي في رحلة روتينية عادي جدا من مطار مدينة أخن بألمانيا في 4 سبتمبر 1954، والطيارة دي كان عليها 92 شخص بالإضافة كمان لطاقم الطيارة اللي هما كانوا 4 أفراد. ولما جت الطيارة دي تعدي فوق المحيط الأطلنطي فوق مثلث برمودا بالظبط، الطيارة دي اختفت تماما واتقطعت كل سبل الاتصال بيها، وقعدوا يرسلوا عمليات بحث مستمرة كتير جدا فضلت لسنوات طويلة وبرضه ملقوش ليها أي أثر تمام. وفي سنة 1989 بشكل مفاجئ وغير متوقع ظهرت الطيارة المفقودة دي بعد 35 سنة في مطار بورت إلجر بالبرازيل، والطيارة دي نزلت أرض المطار عادي جدا بس من غير إرسال أي إشارات سابقة لأبراج المراقبة. وبعد ما الطيارة دي نزلت فتشت المجموعات الأمنية الطيارة دي، هما بيفتشوها جات لهم صدمة كبيرة جدا، اتصدموا بعد ما شافوا 92 هيكل عظمي قاعدين في اماكنهم في الطياره بشكل منتظم زي ما طلعوا في الطياره بالظبط، وكمان الهيكل العظميه بتاعت طاقم الطياره كانوا قاعدين بالظبط في نفس اماكنهم في غرفه القياده. وبعد اللي حصل ده نشرت صحف كتير جدا خبر اكتشاف الطياره دي، وناس كتير جدا كانت متفاجئه من الكلام ده، وبعض الباحثين وعلماء ما وراء الطبيعه كمان حاولوا يفسروا الحدث الغريب ده، بس البعض اللي قالوا تفسير ان احتمال تكون الطياره دي دخلت في فجوه زمنيه. ولحد النهارده فضل العلم عاجز تمام العجز قدام تفسير ان ازاي الهيكل العظميه دي فضلت موجوده في الطياره بالشكل المنتظم ده، وكمان ازاي ظهرت بشكل مفاجئ بعد السنين دي كلها.